أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام في تصريح لقناة العربية أن اتفاق السلام مع دولة إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة، مشددا على أن موقف مملكة البحرين ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. منذ تناقلت وسائل الإعلام لهذا الخبر، أكدت مملكة البحرين موقفها الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وطبعا تأتي في صدارة أولوياتها ضرورة حصول على كامل حقوق المشروع. لا يمكن للبحرين التنازل عن هذه الثوابت العربية، وكما تعرف الحقوق الفلسطينية من أهم هذه الثوابت. إعلان تأييد السلام بيساهم في حماية مصالح جميع الفلسطينيين، وتؤمن البحرين أن العلاقات مع إسرائيل تفضي إلى سلام شامل يضمن حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أن الإعلان لا يتعارض مع المبادرة العربية اللي إحنا دائما ما نؤكد في البحرين التزامنا بها. جميع الأطراف لديها إيمان تام بالسلام. يعني أنت إذا رجعت اليوم، وقد يكون هذا اليوم مصادفة 13 سبتمبر 93 أي قبل 27 عام، كان هناك اتفاق يعني بدايات الاتفاقات اللي تتحدث عن السلم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أعتقد مع التوقيع على إعلان تأييد السلام تنضم البحرين مع الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية اللي ترتبط بعلاقات رسمية مع إسرائيل، ونعتقد أن مثل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية تخدم الأمن واستقرار في المنطقة أكثر من أي وقت مضى. يعني العملية نتحدث فيها عن إيمان لدى جميع الأطراف، ونحن نسير بهذا الطريق، نحن دعاة سلم لسنا دعاة حرب.